لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. للرجي شوار شمي نوي رمضان دا عين لخزمتي قرآني بيروزا كرمضان ماني دابزيني قرآنو هول أدين كإن شاء الله بتوانين قرآن كاش واب خوينين كأي خوينين خيرمان بقى إمامت بكين دروز بي لأن يجوكان ما نبي خوينين جائز بي وخيرش مان بقى يتر نقبو معنى بمعنى قاريكي وكو حصري أوانا بن منشاوي حصري بن عادة غلطي فاحش نبي لقرآن كان ما نوم مقداركش مراعاتي تجويد مان كردبه استاشينا خزمتي لا بريشانا لا پری هشتی بالا هشتی بقره فرمو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزل
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. مخرجي غين نعمل نغفر نغفر لكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. ها سكوني بك لا بردو بو دغمي كي تيالكيشي كي لقل بي بيترا فقل نضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك نابو ما وسته والله نضرب بعصاك دغم أزاني أنا شي يعني أو بيب كبا بيكي تر حتى يالكيشي كي لقل بي دوامة بأول ساكنة دوهميا حركة دارة حتى تجارتهم نضرب بعصاك بلا فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي يكش قلقله سبادو قاعدة بزانين قطب جدين قاف طي بي جيم دال اگر سكوني انهبو توزيك خلق تكانيكي اوي أتستبدلون او قاعده كي ترى ما قطب جدين نقل قاف وط وب وجيم ودال ساكنه توز قلقليه قلقله يعني توز برسكرنوا لك وكو زمان توز لي برزبت
من باقليها باقليها أو يخرج لنا مما قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هشتا التنوين بقابة فين بدلني بتوعي مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب وباءوا بغضب من الله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق حق أوقل قليل حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بقرة أو تنوينها قشتو بالصاد إخفاي مع الغنية صادك إيش قلوة أبيت
مين كيشي قلوب إنها إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين مخرجي الضاد أقال يبي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.